والآن وصلنا إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة. الجولة الاقتصادية ورجاء رمزي، إليك رجاء. اختتمت فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 بحضور دولي كبير وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان وزير البترول طارق الملا قد عقد جلسة مباحثات مع الشيخ منصور محمد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية لاستعراض أوجه التعاون مع الشركة الإماراتية. كما عقد الوزير جلسة مباحثات مع جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالقاهرة ومدير شركة جوكو للاستشارات الفنية والهندسية حاليا، وفد شركة باكسون الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيات خفض الانبعاثات. على مدار 3 أيام انعقدت الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023، دورة جاءت لدعم إمدادات الطاقة العالمية، ليشهد اليوم الأخير من الفعاليات الكثير من الجلسات والحلقات النقاشية التي دارت حول الجديد في مجالات الطاقة. المؤتمر حقيقي بيكتسب بعد كبير في مجال استكشاف ومجالات الأخرى. بالنسبة لمجالات الاستكشاف، هو طبعا هو حجر الأساس لأي شركة بتيجي تشتغل في مصر، إنها بتاخد منطقة امتياز وبتقوم بأعمال مسح سيزمي ودراسات جيولوجية تمهيدا للحفر. الأبحاث اللي تقدمت كانت على مستوى عالي من الجودة. كتير من الجنسيات على مستوى العالم قابلتنا، احنا عارضين في صالة 3 شركة بتروكيماويات، وواضح ان الإقبال كان متزايد. الوقت بيعدي سريعا من كتر اللقاءات ومن كتر المواعيد والاجتماعات اللي احنا بنحضرها مع الناس. احنا بنشترك في المعرض البتروليوم شو نتيجة ان احنا أكبر قلاع بناء السفن موجود في مصر اللي بيقدر يقدم خدمات والسبورت لقطاع البترول. وفي أجنحة المعرض وقعت العديد من الشركات العربية والدولية مذكرات تفاهم وتعاون واتفاقيات شراكة تركزت حول تعزيز التعاون في الخدمات البترولية والاستفادة من الخبرات المختلفة في هذا المجال. بيفتح مجال لشراكة قوية، تنافس أكبر ما بين شركة إماراتية ذات تكنولوجيا وشركة مصرية ذات خبرات عريقة، فبيسهل التنافس في الماركت الصعب حاليا. يعني الحقيقة المعرض هو طفرة هائلة في قطاع البترول في مصر، اللي ما كناش نتخيل ما شاء الله بعد النسخة السادسة منه نلاقي قد ايه عدد الزوار اللي من مختلف انحاء العالم ودول العالم المتقدمة انه يجوا يحتفلوا معانا ويعرفوا قد ايه مصر وصلت في التقدم في مجال التكنولوجيا والغاز الطبيعي. كل الشركات العالمية النهاردة هنلاقي فيها نشاط غير عادي، وكلها جاية تحط استثمارات في مصر. مشاركة دولية كبيرة شهدتها فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 تعكس دور مصر كمساهم في تحقيق أمن الطاقة، وتؤكد أن مصر تلعب دورا بارزا في هذا القطاع الحيوي. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. نظمت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ورشة عمل افتراضية لشركات الأدوية المصرية الراغبة في تصدير مستحضراتها الصيدلانية إلى المملكة. تناولت الورشة شرحا وافيا لحجم سوق المستحضرات الصيدلانية والبيولوجية في السعودية، وأيضا الإجراءات التنظيمية المتبعة داخل المملكة لتسجيل وتسعير المستحضرات الصيدلانية. وأكد الجانب السعودي حرص بلاده على تعميق التعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية مع مصر، ورغبتهم في تبادل الخبرات في كافة أوجه العمل الرقابي. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، ذلك للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة. صعد رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,100,000,000 جنيه مصري. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة بلغت 0.3
50% ليغلق عند مستوى 17522 نقطة. فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 1.3% ليغلق عند مستوى 3003 نقاط. فيما سجل مؤشر إي جي إكس 100 صعودا بنسبة بلغت 1.1% ليغلق عند مستوى 4523 نقطة. وإلى أسواق البترول العالمية، واصلت أسعار النفط التراجع بفعل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود وحدوث أيضا ركود اقتصادي بعد قفزة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، ووسط ترقب لمزيد من الإجراءات الخاصة برفع الفائدة. خفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.65% لتصل إلى تقريبا 85 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.68% لتسجل تقريبا 78 دولار و52 سنتا. فيما تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.88% لتصل تقريبا إلى 2 دولار و88 سنتا للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.25% لتسجل دولارين 2.53 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. إلى أسواق المال الخليجية التي أغلقت أغلبها على ارتفاع، بينما تراجع مؤشر أبو ظبي في ختام التعاملات. صعد المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة بلغت 0.7%، كما زاد المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.6%، فيما زاد مؤشر دبي الرئيسي بنسبة بلغت 0.1%، بينما تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة بلغت 0.3%. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ريهام ويوسف. إليكم. شكرا لك رجائي.